النهارده هنعمل اكسبيرمنت افكت اوف لايت على السيلفر برومايد. اول حاجه هحضر السيلفر برومايد. بحضر السيلفر برومايد ازاي؟ بروح اجيب سيلفر نيتريت تمام وبندوبه هنا، وبروح اجيب صوديوم برومايد بدوبه هنا. مجرد ما بميكس التو سولوشنز مع بعض اللي هو السيلفر نيتريت مع الصوديوم برومايد هيتكون معانا مين؟ السيلفر برومايد. يبقى ده كلير سولوشن من الصوديوم برومايد وده سولوشن من السيلفر نيتريت. طيب ليه سيلفر نيتريت تربت كده؟ انا هنا لما دوبت السيلفر نيتريت دوبته في تاب ووتر، ما دوبتوش في ديستلد ووتر، فبالتالي ادانا تربت كده. ليه تربت؟ عشان التاب ووتر فيها نسبه كلور، فبالتالي السيلفر نيتريت عمل رياكشن مع الكلورين اللي موجود او الكلورايد اينز اللي موجوده في التاب ووتر، فادانا سولوشن تربت شويه كده تمام. فده مين؟ ده هو سيلفر نيتريت. مجرد ما بميكس الاثنين دول مع بعض هيدينا مين؟ هيدينا السيلفر نيتريت. واعمل فلتريشن للسيلفر نيتريت ونشوف مين الايفكت اوف لايت على السيلفر نيتريت اللي هيطلع معانا بالشكل ده. طيب هنحضر دلوقتي احنا السيلفر نيتريت هنحضره ازاي؟ اهو سوري، هنحضر السيلفر برومايت هنحضره ازاي؟ هنحضره بالشكل ده اهو كده. في كريم بريسيبيتيت اتظهر معانا. الكريم بريسيبيتيت ده اللي هو مين؟ اللي هو السيلفر برومايد. ده هو الكريمي بريسيبيتيت. كده انا حضرت مين؟ السيلفر برومايد. هعمل بقى طبعا فلتريشن للسيلفر برومايد بتاعي تمام عشان نشوف الايفكت اوف لايت على السيلفر برومايد. طبعا انت عارف ان انا لما بحط سيلفر او اللايت على السيلفر برومايد بيبقى تيرنز تو بلاك. هنوقف كده قبل ما نعمل الفلتريشن تمام، وارجع تاني بعد ما نعمل الفلتريشن دي. هنبتدي نعمل عمليه الفلتريشن. نفصل مين؟ نفصل السيلفر برومايد اللي هو لونه كريبي ده. كده بفصل مين؟ السيلفر برومايد. مجرد ما السيلفر برومايد بتاعنا يطلع على طول نعمله دراينج بالفلتر بيبر. نجيب another filter paper ونعمله drying well، وعلى طول مجرد ما يتكون معانا نحط اللايت بتاعنا بالشكل ده. طبعا هو في contamination في الكالر شويه. ليه؟ لان هنا انا استخدمت tap water وليس distilled water. طبعا اللي نازل ده هو مين؟ هو الصوديوم نيتريت اللي لونه كريمي ده بيبقى السيلفر برومايد. هنستنى شويه بس كده عقبال ما ايه كل الفلتريشن تبقى الصلاه تبقى كومبليتد، وناخد البريسيبيتيت ده اللي هو سيلفر برومايد ده ونعمل له دراينج. هرجع لكم تاني ان شاء الله بعد عمليه الايه الفلتريشن دي. بعد عمليه الفلتريشن تمام هنعمل دراينج طبعا لمين؟ ل سيلفر برومايد اللي انت شايفه ده اهو، ودي ده طبعا الصوديوم نيتريت طبعا ده ملناش علاقه بيه تماما. هناخد طبعا اللي هو السيلفر برومايد ده. سيلفر برومايد اهو الشكل اللي انت شايفه هو ده السيلفر برومايد. سيلفر برومايد ده هنعرضه لللايت. طبعا قبل ما اعرضه لللايت ايه نعمل له دراينج بتوين تو فلتر بيبر بالشكل ده.
من بعد غيرها كده. يبقى كده بعمل drawing between two filter paper. ناخد السيلفر برومايد اهو. هو ده السيلفر برومايد. مجرد طبعا ما عرض السيلفر برومايد ده لللايت طبعا هيبقى لونه بلاك كده بالشكل ده. طبعا هو مش هيترن تو بلاك دايركت، هياخد وقت شويه لان هو طبعا مش درايد ويل، فيبقى لونه بلاك. ليه بقى لونه بلاك؟ عشان السيلفر برومايد اللي انت شايفه ده بيتكسر باللايت. ان البرومايد اين according او due to اللايت اللي انت شايفه بيخلي البرومايد اين مش عايز الالكترون اللي هو حصل له جيننج من السيلفر، فبيدي الالكترون ده لمين؟ للسيلفر. فبالتالي السيلفر برومايد بيتكون بيبقى سيلفر لوحده وبرومين لوحده. السيلفر طبعا بيبقى لونه جراي، وكل ما الكونسنتريشن بتاع السيلفر يكتر معانا بيتحول للون البلاك. ارجع ليكم شويه كده لما الكونسنتريشن بتاع اللايت يبقى عالي شويه. تمام، على طول هنشوف اللون البلاك يظهر معانا. مجرد ما سبناه شويه لللايت كده تمام، ابتدى يعني يبقى لونه اهو زي ما انت شايف الشكل ده. طبعا كل ما تزود اللايت كل ما اللون البلاك ده يظهر معاك، اللي هو اللون ده اهو بقى لون بلاك. شوف دي عندي، دي عرضتها لللايت دي لونها بلاك، لكن دي لسه. كل ما تحط لايت كل ما بيبقى بلاك. ده السبب هنا due to formation of silver. again السيلفر اتكون ازاي؟ ان اللايت اللي هو جاي من الفلاش ده خلى البرومايد اين بقى مش عايز الالكترون من السيلفر، يقول له خد خلاص كده بقى انا مش عايز الالكترون اللي انا خدته منك ده. فعلى طول مجرد ما الالكترون يطلع من البرومايد اين السيلفر اين يجي واخد الالكترون ده ويتحول لمين؟ لسيلفر اتوم. كل ما تحط لايت اكتر وتسيب العملية وقت اطول كل ما اللون البلاك يظهر معي. شوف كده في فرق. هرجع كمان شويه برضو كده يكون ايه اللون برضو بقى بلاك او شويه. سبتها فتره ايه الاكسبيرمنت برضو اللون بقى بلاك او زي ما انت شايف واضح كويس او اللون البلاك او ده بلاك وده اللي هو السيلفر برومايد بالشكل اللي انت شايف. كل ما تسيب فتره اطول اللايت دي الحته اللي انا بحط عليها اللايت، هنا اللايت كونسنتريتد، فالحته دي بتاعت الفلاش ده هو اللي بقى لونه بلاك. ايه اللي حصل بقى؟ اللايت عمل ريدكشن للسيلفر اينز. اللايت عمل ريدكشن للسيلفر اينز، يعني السيلفر اين جين الالكترون من البرومايد اين. طب ليه خلى البرومايد اين يطلع الالكترون ده؟ اللايت. اللايت خلى البرومايد اين بقول لك ايه؟ سيب بقى الالكترونز، يسيب الالكترونز على طول السيلفر يجي واخده. مجرد ما السيلفر اين يجي واخد الالكترون ده يتحول لسيلفر اتوم. يبقى ده اسمه ايفكت اوف لايت اون سيلفر برومايد، هيتحول للسيلفر اتوم، والسيلفر اتوم بيبقى لونها جراي، وكل ما تحط اللايت اكتر يبقى سيلفر اكتر، يبقى دارك اكتر او بلاك اكتر بالشكل ده. والحته اللي لونها بلاك دي هي اللي تحت الفلاش، لكن نشوف دي ان هي بعيد عن الفلاش، دي اللي هي بعيد عن الفلاش طبعا، ودي بيبقى لونها ستيل كريمي بالشكل ده.
او طبعا هو مش كريمي قوي ليه، لان هو كونتامينيتد الكالر اللي انت شايفه ده. انا اشتغلت هنا بمين؟ بتاب ووتر، ما اشتغلتش بديستلد ووتر. اهو دي اللي انت شايفه كده البلاك اللي هي تحت الفلاش. بس كده الاكسبيرمنت خلصت. طبعا كل ما تحط لايت اكتر يبقى لونه دارك اكتر.